مرحبا. اليوم كمان بنطلع عليكم بحلقة جديدة من صحتك بالدنيا، حاملين معنا الحل لعدد من المشاكل الصحية اللي بتهمنا وبتهمكم. مين هن ضيوفنا وشو هو موضوعنا لهالحلقة؟ بنشوف سوا. موضوع حلقتنا هو مشاكل الأذن. سوف نستضيف في الاستوديو دكتور إلي العطر، اختصاصي أنف أذن وحنجرة، ميسم غانم مدربة يوغا، جو سرور مدرب رياضي، وغينا غلاييني اختصاصية التغذية من بوست شوب. مشاهدينا، إذا كان عندكم أي سؤال فيكم تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو تتصلوا فينا على الأرقام اللي ظاهرة قدامكم بأسفل الشاشة، وكمان فيكم تبعتوا أسئلتكم على أرقام الواتساب. أما هلأ نتعرف سوا على آخر الأخبار الطبية. أكدت دراسة إلى أن المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة ربع ساعة فقط باليوم هي أفضل من عدم القيام بأي تدريبات بدنية لكبار السن، وبتساعد على إطالة عمرهم. أشارت دراسة بريطانية إلى أن الأشخاص المصابين بالتوحد قد يكونوا أكثر قدرة على التفكير بشكل غير تقليدي من غير المصابين فيه. أكدت دراسة جديدة أن الوخز بالإبر ممكن أن يستفيد منه المرضى اللي بعانوا من ارتفاع ضغط الدم، وبيخفف من خطر السكتة الدماغية وأمراض القلب. قبل ما نبدأ نرحب بضيوفنا، بدي أرجع أذكركم فيكم تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو تتصلوا فينا على الأرقام اللي ظاهرة قدامكم بأسفل الشاشة. وما تنسوا كمان مشاهدينا فيكم تبعتوا أسئلتكم على أرقام الواتساب اللي عم بتشوفوها قدامكم. ببداية الحلقة بدي رحب بالدكتور إلي عطر. أهلا وسهلا فيك دكتور. ألو لين، كيفك؟ تمام الحمد لله. دكتور، مثل ما بتعرف مشاكل الأذن الأنف والحنجرة هي مشاكل كثيرة. خلينا نبلش بمشاكل الأذن وكيف بنقدر نقسمهم. اليوم أنا حابب نحكي يعني شوي عن مشاكل الأذن أنف حنجرة، وأكثر عن الاشتراكات اللي بصيروا من وراء هدول المشاكل. أوكي. يعني بغير معنى، حكينا بحلقات سابقة عن مثلا التهابات الأذن. مزبوط. الأذن الخارجية اللي بتصير بالصيفية، الأذن الوسطى اللي بتصير بالشتوية من وراء رشح وهيك. حابب اليوم جرب وعي الأشخاص اللي عم يحضرونا على أنه إذا صار في التهاب ومثلا هذا الالتهاب انترك، أو التهاب كان عم يتعالج بس فلت من العلاج تبعنا وبلش يعمل اشتراكات تانية، كيف الأشخاص فيهم ينتبهوا انه الاشياء مش ماشيه بالطريق اللي المفروض تمشي فيه، وشو هن معقول يكونوا الاشتراكات لهدول المشاكل؟ نعم. طب خلينا نبلش دكتور بالالتهابات. كمان تنقسم الاذن، الاذن الخارجيه اول شيء. صحيح. الاذن الخارجيه في عنا التهاب المجرى الخارجي للاذن. مزبوط. اللي هي هو التهاب الجلدي تبع الاذن، وهيدي شغله بنشوفها كثير بالصيفيه. لاحظت هالجمعه قديش في شوب وفي رطوبه. هيدي الشغله مع البحر بتؤدي لالتهابات بجلده المجرى الاذن. بأكترية الأيام قطرة بالدينة معمولة من مضاد حيوي أنتيبيوتيك بتعالج المشكلة وما بصير في عنا ولا أي مشكلة. بس في بعض الأشخاص أو بعض الحالات الأشياء بتفلت من السيطرة عنا، بطلوا يهتم. مزبوط. أول أشخاص لازم ننتبه لهم هن الأشخاص اللي عندهم سكري. الأشخاص اللي عندهم سكري، خصوصا السكري ما كان مش مسيطرين عليه تماما. أوكي. يعني كمية السكر بالدم عالية، ومش بس بالدم عالية، بتكون بالأنسجة عالية. نعم. البكتيريا كتير بتحب السكر. يعني نحن بالمختبرات ساعة اللي بدنا نزرع بكتيريا تنعرف شو هي بنحط لها سكر تتنمى بسرعة. نعم. بقى الأشخاص اللي عندهم سكري الالتهابات بينمو عندهم أسرع وبيكون أجريسيف أكثر من الأشخاص العاديين. نعم. ما بنعالجهم بس بقطرة بالدينة، لازم نعالجهم كمان بحبوب مضاد حيوي. نعم. وهدول الأشخاص أيام ما بيردوا أو بصير في تأخير. بتعرفي مش كل الأشخاص أول ما ينوجع بدينته رح دغري يروح يشوف حكيم أو في ناس بيسكتوا عن الوجع كمان 100%. بقى الالتهاب الأذن بيكون بالجلدة بفوت بغل بالعظم تبع مجرى الدينة. وقت بغل بالعظم تبع مجرى الدينة، عظم مجرى الدينة هو شقفة من الجمجمة. نعم. وبصير يتقدم الالتهاب بقلب العظم تيوصل على نص الجمجمة. نعم. وبنص الجمجمة في أعصاب الراس طالعين، في عصب الوجه اللي بيعطي الحركة للوجه. ساعة الالتهاب بيوصل له بصير بيعمل لقوة. في العصب اللي بيعطي الحكي بصير في عنا بحة بالصوت، وهيدا الالتهاب إذا كفى وما انتبهنا له أو ما عالجناه بطريقة سليمة بيؤدي للوفاة. يعني هون عم نحكي بعد قد إيه المريض يعني ليوصل لهالمرحلة؟ عم نحكي بالأسابيع للأشهر. أوكي.
ايه بس بما انه نحن عم نحكي انه هذا الالتهاب يا اذا ما تعالج بسرعه او تعالج باقل من ما لازم يتعالج فيه، يعني مثلا اذا اعطينا مضاد حيوي منه المناسب لهيدي الحاله، في الالتهاب يفلت من الاذن وينزل على العظم، وهيدي مشكله. اجمالا الاشخاص يعني كرمال نوعي الاشخاص اللي عم يسمعونا مثلا اللي عندهم سكري، بنقول لهم اذا في التهاب بالاذن واحد دغري لازم يتعالجوا. نعم، واي مضاد حيوي لازم يتاخذ، ولا لازم قبل يتحدد نوع الفيروس؟ وحده من اثنين، يا بنجرب دغري بناخذ كلتشر، بناخذ زرع من الاذن كرمال نروح نشوف شو هي البكتيريا تنقدر نعالجها. بس باكتريه الاحوال نحن بنعرف اي بكتيريا هي بتصيب الاذن، بنعطي المضاد الحيوي المناسب بالاذن وبالتم. هيدي اول شغله. الشغله الثانيه في قصه المتابعه، الشخص اللي عم ياخذ المضاد الحيوي وبعده موجوع، يعني المشكله عم يفلت شوي منها، هيدا بده دخول مستشفى وبدنا نعطيه المضاد الحيوي بالعرق. نعم، وبدنا نعمل صور ويعني نتابع الطريقه، نتابع الموضوع بطريقه شوي مختلفه عن الاشخاص العاديين. هيدي كرمال اذا بدك الاشتراكات من وراء التهاب سخيف وبسيط. نعم، بس دكتور كمان علاج الدين بيطول شوي، لانه في كثير اشخاص بيقولوا انا مثلا عندي مشكله بالدين وعم بتعالج وعمده طويله وبعد ما مش الحال. حسب شو المشكله، في مشاكل بتنحل بثلاث اربع ايام، في مشاكل بتاخذ وقت اكثر، المشاكل اجمالا بتاخذ وقت اكثر، يا بتكون مشاكل فطريات، يا بتكون مشاكل التهابات بكتيريا بس غلغلت بالعظم. نعم. طيب دكتور كنا عم نحكي عن مرضى السكري اللي لازم ينتبهوا، طيب مين هن الاشخاص اللي غير مرضى السكري اللي كمان لازم ينتبهوا؟ الاطفال. الاطفال اذا في عندنا مشكل بالاذن لازم ننتبه له، هن بحطوا قصص بدنايهم مثل القطنه تنظيف الدينه مثلا. هيدي الامات اجمالا اللي بيعملوا بالاولاد، بس الاولاد هن وقتها بكونوا عم يلعبوا، اذا بتلاحظي مثلا كل الالعاب محطوط عليها انه ممنوع يلعبوا فيها الاطفال من عمر 3 سنين وما دون. مزبوط. لكل يعني الالعاب اللي فيها شقف صغيره. مزبوط. ليه؟ لانه الاطفال الصغار عندهم هوايه للاسف انه يحطوا مثلا بيرلز، يعني اللولو مثل حبوب اللولو، او حي الله شقف ايام شقفه محايه واشياء من هالنوع، بيحطوها يا بدينتهم يا بمنخارهم يا بتمهم، يعني وحده من هدول الثلاثه. مشان هيك باختصاصنا الاذن انف حنجره كثير بنشوف اولاد جايين مع حاطين شيء يا منخارهم يا دينتهم. نعم. يا تمهم، وهيدي بتؤدي لمشاكل. مثلا بيجي ولد حاطط شيء، يا هو حاطه يا حدا من اصحابه حاطط له اياه، اجمالا الاشياء بتصير هيك. نعم. عند مين بتصير؟ مثلا ولد صغير عنده خي كبير، عنده بياخذ العاب خيه الكبير. أوكي. وهيك بتصير. دائما نحن بنفحص الاذن ولازم نفحص الانف. هيدي كمان ليه؟ لانه اذا حاطط بدينته في حد بمنخاره. طيب دكتور خلينا نوقف عند هالفكره بنرجع بنتابعها، بس خلينا ناخذ اتصال. الو، فقدنا الاتصال، تفضل دكتور. اوكي. كنا عم نقول لازم نفحص الانف. ايه، نفحص الاذن. نعم. ونفحص الانف. هلا اذا بدنا نبلش نحكي باخطار الاشياء اللي بتفوت بالاذن بالدينه، وهيدي يعني الاولاد عندهم مشاكل فيها، والكبار، لانه الكبار وقتها بنطفوا دنايون بالقطن بالكوتونتيج كثير ايام بيجينا عالم مثلا كان عم ينظف دينته، حدا دفش له ايده وفاتت لجوا جرحت المجرى، فيها تجرح المجرى. بس هي كخطوه اولى دكتور شو لازم الاهل يعملوا؟ الوقاية، يعني يبعدوا الاشياء الصغيرة عن الاولاد الصغار. هيدي بحال صارت شو لازم؟ بحال صارت دغري لازم يشوفوا اخصائي. نعم. ايه طبعا ما في مجال. ليه؟ لانه اول شغله طريقه شيلها لازم تكون بمعدات خصوصيه تما ناذي اكثر من ما بتعرف. يعني اذا مثلا واحد راح على الطوارئ، بالطوارئ ما في المعدات الرفيعه اللي بتقدر تشيل اشياء صغيره، وياما بيجينا مثلا اطفال جربوا يشيلوا اشياء بالدينين وعلقوا جوا، بصير بدك تفوتين على قط العمليات تشيلي لهم اياها بدل ما تكون تنشال بطريقه شوي بسيطه اكثر، بس بدل المعدات اللازمه. نعم. هلا وين الاشياء اللي بنحطوا بالدينه، وين فيهم يوصلوا؟ فيهم يجرحوا جلده مجرى الدينه، فيهم يوصلوا لطبله الدينه ويفختوها لطبله الدينه، واذا كفوا لجوا بالاذن الوسطى في عندنا عظمات السمع، فيهم يكسرون عظمات السمع يفكون عن بعضهم، وباخرة المطاف فيهم يوصلوا على الاذن الداخليه، يعني اخر عظمه من عظمات السمع بالاذن الوسطى. نعم. موصوله على الاذن الداخليه، تنفك هيدي بتنفتح الاذن الداخليه. نعم. واللي بيجي لعنا مثلا الاطفال مع دوخه كثير قويه، وهن مش رح يقولوا انه فقدوا سمعهم،
بس الولد بيجي دايخ وعم يستفرغ. بنعرف انه وصل الكور اترانجي، يعني الشيء اللي فات بالدينه وصل لجوا جوا جوا، يعني هذا الشيء مؤسف، بده عمليه تغير. يعني انتم بتشوفوا قد ايه هذا الشيء اللي فات بالدينه لو لاي مرحله وصل، يعني لوين فاتت اكثر شيء؟ 100%. طيب بحال كان بعده بمجرى الدينه، جرح مجرى الدينه، شو العلاج بيكون؟ هيدا كمان اذا جرح مجرى الدينه بدنا نشيله بطريقه تكون متانيه كرمال ما ناذي المجرى اكثر من ما هون اذى. اذا كان اللي فات بالدينه منه شيء وسخ، مش ضروري نعطي قطرة انتيبيوتيك، قطرة مضاد حيوي. اذا كان حسينا انه لا الجرح هيدا منه نظيف، نعطي مضاد حيوي ونطول بالنا. ممنوع تفوت المي على هيدي الدينه بالقليله لحديت ما تختم الدينه. بدها تقريبا 5 ايام لاسبوع. خلينا ناخذ اول اتصال لوفاء من لبنان. الو بونسوار. بونسوارين وفاء، اهلا وسهلا فيك. ميرسي دكتور. اول شيء يعطيك العافيه. الله يعافيك. وانا زوجي راح لعندك على العياده وعم بيشكر فيك كثير. تسلم. بس في شغله نسي ياخذ الاسم الدواء اللي يقول لك هو فاستار، يلي وحده صديقه لنا كان عندها الون بنايا واخذت هالدواء وراحت. فبس حبيت هلا شفتك على التلفزيون قلت لاسال رايك عنه هيدا الدواء. الدواء شو اسمه؟ فاستاريل. حسب ما انا عم شوفه هون، لحظه سوري، بس فاس الله فاستاريل. سوري لحظه دكتور. وبدي اسال شغله ثانيه، ما زال عم شوف اسم الدواء. بالنسبه للزعيم طبيعي كل يوم الصبح حدا اذا هيك بحس بافرازات بتطلع من الزعيم، وهذا شيء طبيعي ولا لازم يعمل فحص للزعيم؟ إيه لا، هيدي شغله يعني منا طبيعيه بس شغله بسيطه. أوكي. بمعنى انه اجمالا هدول افرازات الانف طبيعيا. نعم. وقت واحد يكون عنده حساسيه. نعم. الانف بيفرز شوي زياده. نعم. الافرازات هدول بيروحوا لورا. نعم. ايه، وبتعرفي الشخص نايم كل الليل بيجمعوا بالزلعيم وعلى بكره بيطلعوا. يعني ما في لزوم ل يعني فحص خصوصي او ليتوقع زياده اذا بهون في زلعيمه؟ لا مش ضروري الا اذا مزعوج، اذا مزعوج لازم ينفحص فحص كامل تنعرف من وين جايين هدول كرمال نقدر نعالجهم. اوكي، الدواء اسمه دكتور فاستاريل 35. ايه فاستاريل هيدا دواء كانوا يعطوه للونه بس منع اجمالا للونه، لانه كمان هيدا دواء بينعطى للقلب. وعنده اشتراكات منع انه ينعطى للونه، بقى منه فكره منيحه. اوكي ميرسي دكتور. وفي سؤال بعد، سوري. تفضلي وفاء. ايه ميرسي لكم. هلا واحد اذا بده يعمل فحص للزلعيم يعني كيف في بيقدر يعمل ليطمن باله انه لا سمح الله يكون باشي؟ اجمالا الفحص بالعياده فحص كافي. فينا نطلع على الزلعيم وفينا نعمل نادور. اوكي. بفوت من الانف وبيوصل لحديت المنطقه الورانيه بالزلعيم وحتى لحديت الحنجره. اوكي. بس اجمالا يعني فحص بالعياده بكفي. اوكي، ميرسي كثير دكتور وميرسي لكلكم. تكرم. شكرا لاتصالك وفاء. دكتور لنرجع للموضوع اللي كنا عم نحكي فيه، وفي حال كمان عند الطفل فخدت طبله الدينه، بتعرف انت طبله الدينه نحن بنقول مرتبطه هي بالسمع. طبعا. هون شو بتعملوا؟ شو بيصير؟ اول شغله بنعملها هي بننطر، يعني من بعد ما نكون شلنا الكور اترانجي الشغله اللي فاتت على الدينه وتاكدنا انه ما راح يصير في التهاب هيدي الدينه بنطول بالنا. ليه؟ لانه 90% تقريبا من الثقوب اللي بيصيروا بالمجرى او الجرح اللي بيصير بطبله الدينه بيختم وحده. بقديش بننطر؟ 3 شهور. اذا على 3 شهور طبله ختمت عظيم، ما ختمت مجبورين نعمل لها عمليه. العمليه هي حسب قياس الثقب اللي عندنا اياه، فينا نعمل عمليه تكون بسيطه، فينا نعملها بالعياده اذا كان شخص كبير، الاطفال ما فيك اجباري بدنا ننيمهم، يعني بدنا نعمل العمليه بال. طيب خلال هالفتره ما بيتاثر السمع؟ قليل ما كثير، يعني بيتاثر شيء 10% تقريبا مش اكثر. نعم. واذا وصلت لعد مثل السمع؟ إذا وصلت لعظمة السمع لا، ساعتها بنوصل تقريبا ل 50% من خسارة السمع. نعم. وهيدي ما في لزوم ننطر، لأنه العظمة إذا العظمات فكوا عن بعضهم ما في شيء رح يرجع يركبهم على بعضهم، ساعتها مجبورين دغري نروح على العملية. نعم. بس الطفل هون ما بيتعرض سمعه لأي خطر، بيستعيد سمعه بشكل طبيعي؟ مثل كل عملية عندها نسبة نجاح عندها نسبة فشل، إجمالا. نعم. عملية تركيب العظمات على بعضهم
نسبة نجاحها بين 70 و80%. نعم. اوكي، دونك نحن يعني مجبورين نقترح العملية لأنه بدنا نجرب نحسن الولد، وبنقول للأهل إنه نسبة النجاح هي هيدي تقريبا. نعم، وأكيد لأنه دكتور كمان بتبقى الوقاية، والأهل كمان ينتبهوا ويتابعوا أطفالهم، هذا بكون أفضل حل. 100%. هون لازم كمان نرجع نذكر إنه الاستعمال الكوتونتيج هو ممنوع لتنظيف الاذن. في كوتونتيج خصوصي هيدا الكبير بيكون، هيدا ما بيفوت بقلب المجرى الديني، هيدا الوحيد اللي فينا نقطعه اذا بدي. نعم، خلينا ناخذ اتصال لرانيا من تونس. الو. الو، اهلا وسهلا فيك رانيا، تفضلي. عسلامة. اهلا فيك، تفضلي. شو كان الدكتور؟ عسلامة. بلي دكتور، انا عندي عندي وزني نحسها كي ديما تبدا كي ناقوس، هكا في الناقوس في وزني، وساعات تتصدع. رانيا تتصدع هكا بوغدومون، وبعد تحسها رانيا تضيع، بعدين ساعات تعبي في الوزني الاخرى. هذا شنو زعما؟ رانيا عم تسمعينا؟ ليش؟ ونحب نقول لك اللي انا زاد عندي الكوليسترول اللي ساعة فاميليال، اسكو زعما من الناحيه هذه ولا رانيا حاجه اخرى؟ رانيا مستعجلة على السؤال شوي شوي علينا. رانيا بدي اطلب منك بليز، بدي اعزبك ترجع تعيدي لنا السؤال، لأن احنا ما سمعناك بوضوح، وبدي اطلب منك كمان توطي صوت التلفزيون، تسمعينا بس من خلال الهاتف. داكور. فوالا، هذا بتعاني رانيا اول شيء من طنين بالاذن؟ اي عندي هيك نوع هكا كيف لما فهمتني، وساعات وزني تصدع زعما ماش هذايا، اسكو سي نيرفو ولا من زعما من الطوم تاع الكوليسترول ساعه ساعه يطلع لي؟ صح. فوالا. ميرسي بوكو. سؤالك جيد، اهلا وسهلا فيك. شكرا. اول شيء لازم نعرفه هو اذا طنين الاذن اللي عندك هو بدينه وحده او بدينتين. اذا بدينه وحده كانت في الو كانت في وزن وحده، وساعات ساعات وزني الاخرى زاد تزيد، يعني ساعه مره باذن ومره بالثاني. اوكي، لكن بدينتين، اذا بدينتين يعني ما بنعتل الهم اجمالا، بدينه وحده دغري بدنا نروح نعمل فحوصات، بدنا نعمل رنين مغناطيسي، بدنا نعمل تخطيط سمع. بدينه وحده الاشياء اجمالا بتكون اسهل. اللي عم تقوليه مزبوط، انه اذا الكوليسترول كثير عم يطلع ايام بيعمل شويه طنين بالاذن، اجمالا الطنين اللي بيجي وبيروح ما بيكون من عصب الدينه، لانه عصب الدينه ساعه اللي بيكون عندنا مشكل فيه بيجي وما بقعد يروح المشكل، مزبوط، لانه نعم. بيكون انأذى العصب. المشاكل اللي بتجي وبتروح بتكون يا ضغط الاذن الوسطى، يا مشاكل بعضلات الديرمادار الاذن، نعم. يا بمشاكل الفك. يعني بدنا نجرب نفتش على مشكله عم تعمل لها هيدا الطنين، يا بالاذن الوسطى يا ديرمادار الاذن. نعم. طيب دكتور، ليه بس عم تقول انت اذا كانت موجوده عندها بالاثنين تطلبوا تخطيط؟ اذا موجوده بالدينتين ومتواصله اجمالا بيكون المشكل بعصب الاذن، يعني بالعضو السمعي بالقوقعه، وهيدي ما فينا نشوفه الا بتخطيط السمع. نعم. دكتور كنت عم تحكي كمان من شوي عن طريقه تنظيف الاذن، قد ايه ممكن كمان تعمل مشاكل بالمجرى الخارجي بالدينه؟ شو 100%. حتى عند الكبار بتكون موجودة يعني؟ صح. نفس الشيء مثل الأطفال. التنظيف الأذن، نحن شو عم ننظف بالأذن؟ عم ننظف السمخ، والسمخ اللي هو أصلا عم تفرزه جلدة المجرى الديني، هي نحن عايزينه كرمال نحمي هالجلدة. هلأ في بعض الأشخاص بيفرزوا عندهم إفرازات أكثر من غيرهم، هيدول بالتنظيف ما رح يقدروا يشلون، رح بالعكس رح يسدوا الدينة أكثر، بأمنا فكرة كتير منيحة. كتير بفوتوهم كل لجوا. مزبوط. والأشخاص اللي أصلا دينتهم تفرز بطريقة طبيعية هيدول عم يشيلوا السمخ اللي نحن عايزينه، والأشخاص اللي ما بيفرزوا سمخ هيدول دينتهم بترعاهم، بقى بصيروا ينطفوا دينتهم تيحكوها بس، وبصيروا يؤذوها زيادة وبصير تحكهم زيادة. يعني كيف ما مع انه دكتور صارت معروفه انه استعمال القطنه لتنظيف للدين شيء كثير غلط، بس نحن بضل في عالم اقتناع انه لا، هيدي نظافه، يعني نحن لازم نستخدم هذا الشيء. نحن دورنا انه نجرب قد ما فينا نوعي على انه شغله عاطله. معنا اتصال يوسف من السعوديه. الو. تفضل. نعم يوسف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يوسف. أهلا. تفضل. حياكم الله. ابي اسال الدكتور. السلام عليك يا دكتور. تفضل، اهلا وسهلا.
بالنسبة لبعض الأحيان يصير في دوران في الواحد عدم توازن. نعم. عدم توازن يصير الإنسان يصير عنده عدم توازن في الحركة في المشي، يصير يمشي وهو يحاول إنه زي اللي يتماسك نفسه وبعدين يشوف الغرفة تزور كذا. نعم. نعم. هذا سؤالي. هل عندي أطنين في الإذن هنا واحدة؟ فهل له دور هذا الحركة من المشي في المشي أو الطنين؟ لا عم تسأله هل الطنين له علاقة بقلة التوازن؟ باليسرى بس بعض الأحيان يصير عندي عدم توازن. نعم صح. عنده طنين بأذنه بصير عنده عدم توازن. حتى عم تسأل كمان يوسف إذا ممكن المشي يساعدك على التوازن؟ في المشي أي نعم، في حركة المشي نعم عنده قلة توازن بحركة المشي. المسألة هي التالية، نحن منقسم الدوخة يعني الدوار على قلة التوازن. قلة التوازن فيها تكون جاية من كذا عضو، يعني فيها تكون جاية من الدماغ، فيها تكون جاية من القلب، كهربة القلب، من ضغط، فيها تكون جاية من السكر، فيها تكون جاية من أنا أحس إنه في الدماغ يا دكتور يعني كذا كأني لقيت يهتز. إي أنا إذا بدك نصيحة وحدة، إذا في طنين بأذن نعم. وحدة مع قلة توازن لازم ينعمل صورة نعم. رنين مغناطيسي للدماغ. سويت رنين مغناطيسي للدماغ. نعم. نعم. هيدي أول شغلة لازم تنعمل، هي وتخطيط سمع إجباري. ومن هناك هذه الأشياء يا دكتور، رنين مغناطيسي والدماغ. MRI يعني. MRI. من هناك وبالرايح، إذا MRI طبيعية نرجع منبلش نفحص عضو عضو، الفحص السريري قصدي، كرمال نشوف اذا نعم. المشكل هو مشكل بالعضل، مشكل بالمفاصل، مشكل بالغدد، مشكل بالضغط، مشكل بكهرباء. له دور الكوليسترول. الكوليسترول بده يكون عم يشوط يعني ارقام كثير عاليه تيعمل قله توازن. بس بتعرف انت اذا الكوليسترول عالي على فتره طويله ببلش يسد الشرايين. نعم. وانسداد الشرايين هيدا في يعمل مشاكل بالدم نعم. يعني اللي بيطلع على الدماغ بقى، هيدي شغله بدنا ننتبه لها. نعم. مش هيك بنعمل صوره الرنين المغناطيسي تنشوف نسيج الدماغ كيف هو. شكرا لاتصالك. شكرا. شكرا. اهلا. شكرا لك دكتور. هلا ذكرت انه عدم التوازن ممكن يكون له علاقه بالاذن او بالقلب او حتى بالراس. امتى بيكون له علاقه بالاذن؟ واحده من اثنين. اجمالا الساعات اللي بصير في مشكل بالاذن الداخليه اللي هي اللي بتعمل اجمالا الدوخه، بصير في عندنا دوار، يعني احساس انه الدنيا يا عم تبرم دير مدارنا يا نحن عم نبرم بالاوضه اللي قاعدين فيها او بالتخت اللي قاعدين فيه. ببعض الحالات ساعات اللي بيكون في عندنا مشكله بالاذن عم تصيب الاذن بطريقه بطيئه جدا، ما بصير في عندنا دوار، بصير في عندنا قله توازن. بس باكثريه الاحوال ساعات اللي بيكون في عندنا قله توازن قليله تكون من الاذن. وساعات اللي بيكون في عندنا دوار أكترية الايام بتكون من الاذن. نعم. خلينا ناخذ اتصال. ابتسام من مصر. الو. الو. اهلا وسهلا فيك يا ابتسام. شكرا. تفضلي. الو مرحبا. اهلا تفضلي. من فضلك دكتور عندي دين تير. الو. نعم ابتسام عم نسمعك تفضلي. عندي دين تير اليمين. اوكي. طرفها من فوق من وقت لوقت بينعر. من وقت لوقت شو بيصير؟ بتنعر من فوق. الغضروف قصدك؟ الغضروف تبع يعني. الاذن؟ لا يمكن اللحمه فوق. وين قصدك فوق تماما؟ يعني فوق غضروف الدينه؟ نعم فوق. يعني طرفها فوق طرفها. طرف الاذن؟ في عليها شيء؟ لا فوق. قريب للراس. يعني قصدك بجلدة الراس؟ ايوه هيدي فوق. نعم. الاذن؟ ايه هون. لا ما في عليها شيء. ليكي رح اقول لك شغله، وين يعني شوفينا على الكاميرا، هيدي الاذن وهيدي المنطقة اللي فوق الاذن، المنطقة اللي فوق الاذن فيها. نعم. عضل، هيدا عضل المضغ اسمه مشكل تامبورال. نعم. هيدا إذا في مشاكل بالمضغ بيصير يعمل. نعم. تشنجات أيام. نعم. يعمل أوجاع. نعم. هيدا اذا عم نحكي انه ما في مشكل على الجلده، يعني اذا واحد طلع بالجلده شاف انه في حبه، في التهاب. نعم. في شيء. نعم. مشكل اكيد بده يعمل وجع. اذا الجلده سليمه رح نطلع شو في تحت الجلده، تحت الجلده في هذا العضل. ابتسام انت مشكلتك وين طلعت؟ فوق او على الاذن؟ فوق.
نعم. اوكي، لكن مبدئيا المفروض تكون بالعضل، مفروض. شكرا لك ابتسام. دكتور حنتوقف مع فاصل صغير وبنرجع بنتابع معكم مشاهدينا، انطرونا. ترقبوا في حلقتنا فقرة خاصة عن فيا أناناس من بوست شوب. Enraciné, orienté vers le futur. Cédar. مين صار عنده احلى تي في؟ وي ماي اتش دي، ماي اتش دي بقدم لك 57 محطة منهم 46 عالية الوضوح، يعني اتش دي مع ريسيفر لمدة سنة. بدك تاني شوف نفس المحطات على شاشة أكبر؟ يا عيوني. اشترك وشاهد 46 قناة اتش دي مشمولة مع جهاز الاستقبال لمدة سنة على عرب سات. اتصل بماي اتش دي. ماي اتش دي، الفرق واضح. الفنان نايف البدر يطلق ثلاث أغاني جديدة، دقة قديمة. من يفهمك يا قلب هذا زمان، وانت على مقيل دقة قديمة. أبتعد دام غيري كمل الباقي. ما عرفني مدرسة وما عرفني. تجدونها حاليا على موقع iTunes.com وأنغامي.com. إنتاج روتانا. حفلات عيد الأضحى 2015 في الكويت. روتانا تقدم ثاني أيام عيد الأضحى، الفنان عبد الله الرويشد. أحلم وأنا نايم بعصفور غرق. الفنان مطرف المطرف. لبيه يا فؤادي. الفنانة شمة حمدان. اللي يحب يقدرك. في فندق الكراون بلازا، قاعة البركة، الكويت. مشاهدينا، دكتور إلي عتر بعده موجود معنا لحتى يجاوب على كل أسئلتكم. فيكم تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو تتصلوا فينا على الأرقام اللي ظاهرة قدامكم بأسفل الشاشة. دكتور، بدنا ناخد اتصال قبل ما نتابع حديثنا. سلوى، أهلا وسهلا فيكي سلوى، تفضلي. مرسي، بقدر أحكي مع الدكتور؟ أكيد، تفضلي سلوى. عم بسمعي. دكتور، بيوجعني تحت عينتي وبينزل شوي على رقبتي مع صوت مدحوح، هيدا شو؟ عم توجعك دينتك؟ مش دينتي، تحت دينتي. تحت الدغري. نعم. ايه، وبينزل شوي مع صوت مبحوح. مع صوت مبحوح؟ مبحوح. ايه، يعني صوتك حاليا. ايه. هيدي اجمالا المشكل اللي عم تحكي عنه، ما عدنا بقى بالدينة، عم نحكي عن مشكل بالرقبة. بالرقبة. وجع مع صوت مبحوح، لازم نطلع على الطريق اللي بيخدها العصب اللي بيعطي وتر الصوت. اه
ما هيك لانه هيدا الوتر الصوت وبيقطع تماما مطرح ما انت عم تدلي يعني تحت الاذن. نعم. مطرح ما في وجع لازم اول شيء ينفحصوا اوتار الصوت. أوكي. بالعياده. أوكي. اثنين لازم تندس الرقبه تنتاكد انه اذا في اذا حاسين انه في مشكله او لا، ويمكن على اثر هالشيء نعمل صوره اللي هي سكانر للرقبه تنقدر نشوف جوا اذا عم يصير شيء بفسر الوجع اللي عندك اياه وبفسر صوتك المبحوح او لا. سلوى بتدخني انت شيء؟ لا. نعم. في اي سؤال بتحب تضيفيه؟ لا ميرسي. شكرا لاتصالك سلوى، سلامة قلبك. دكتور قبل ما نتابع حديثنا سالنا الناس اذا كانوا عم بيعانوا من وجع بالاذن هل بيتجهوا عند حكيم او بيستشيروا صيدلي او مثل ما تقريبا اكثر الناس بتعمل بيوصفوا دواء لنفسهم؟ خلينا نشوف سوا شو كانت الاجابات مع هيثم المصري. اذا حسيت بوجع بالدينه بتروح تستشير طبيب او بتروح لعند الصيدليه وبتاخذ قطره انت بلا استشاره طبيب؟ انا بالعاده بروح عند الطبيب المفروض، صارت معي من فتره يعني كان معي التهاب بالاذن الوسطى. اكيد افضل اروح عند الحكيم وبعدين. ليه برايك؟ لانه الحكيم هو شغلته يعني هو اللي بيشخص المرض. انا بفضل صراحه انه استشار الطبيب يعني. هلا اذا كانت شغله مزمنه عند الانسان ومثلا قبل انه صايره معه قصه دينته عم توجعه وعرف انه هي بدها قطره معينه ممكن يرجع يجيب من نفس الاسم ويستعملها. لا هو المفروض الواحد يستشير طبيب. قصدك لانه هذا شغلات السمع من الشغلات المهمه بالانسان يعني. لا اكيد طبيب افضل اكيد. ما كيف صار عندنا نوع طرش بكير مثلا الطبلة إشباشين أكيد صيدلي ما هيعرف يعني. موضوع الدينة بالذات موضوع حساس ما فيك تلعب فيها. دينة أول ما تحس إنه أنت بالدينة عم تسكر عم تفتح لحالة في وجع في ورم مباشرة لازم تروح عند طبيب مختص بالدينة. الودن والعين وفي أماكن كده في الجسم حساسة جدا وإذا حصل فيها دامج ما بيرجعش، فبالتالي ما ينفعش ان انت تغامر بانك تعمل حيالله شيء كده زي ما انتوا بتقولوا. دكتور كل الاجابات كانت انه بيتجهوا عند الحكيم مباشره. انت كدكتور انف اذن حنجر قد ايه بيجي لعندك اشخاص سبق هن واصفين لحالهم دواء منهم لنفسهم ومش اخذين اي نتيجه وقد ايه خطوره انه يعملوا هذا الشيء؟ انا اللي حسب خبرتي اللي بشوفهم الاكثريه بيكونوا يا مجربين شيء هن لانه بالعائله مثلا بحطوا زيت بالدينه او بحطوا ايام حسطوم بالدينه انه في 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 اشياء كثير يعني مثل عادات شعبيه اذا بدك. في كمان شقفه شريحه من الاشخاص بيجوا مجربين قطره او اثنين او دواء التهاب من بالصيدليه وما مشي الحال بيرجعوا بيوصلوا. شريحة كبيرة من العالم مزبوطة. اللي لازم ينقال هو التالي انه اجمالا مزبوط يمكن تقضى بالتي هي احسن ويمشي الحال ببعض الاحوال، بس ساعة الشخص بيجي عند الحكيم هو كرمال يشخص مشكلته، واجمالا شي نحن نشخص المشكلة رح نعطي العلاج حسب التشخيص مش حسب شو اكثر شغله معقوله تكون صايبتنا. نعم. شو الشغله اللي فعلا صايبتنا هيدي بالقليل يعني بتوفر كثير على الاشخاص اصلا يعني. أكيد. واحد بفكر انه رح اجرب وفر على حالي وجرب هيدي القطره، لا بكون جرب واحد شغله واثنين وثلاثه وبالاخير خلص عند الحكيم. مزبوط. معنا اتصال ليزا من الجزائر. الو. الو. اهلا وسهلا فيك ليزا، تفضلي. الو انا بنفرك. مصورين. الو الو حبيت عم نسمعك ليزا. نعم. حبيت نسقسي الدكتور على جيل الدوخه، بديت نتفرج جيل الدوخه في راسي. الو عن علاج الدوخه؟ الو نعم ليزا عم نسمعك. ليزا نحن عم نسمعك، سمعينا من خلال التليفون. جيل الدوخه، جيل الدوخه في راسي. بدك تعرفي شو هي علاج الدوخه؟ ومش عارفه لا من اذني ولا مش عارفه من بتعاني من دوخة ليزا ومش عارفة إذا هي تجيب الدوخة في رقبتي هنايا تحت هكا بتزيار في رقبتي والدوخة في راسي.
اوكي، ليزا بتعاني من دوخه ومش عارف تعرف اذا من الاذن او الرقبه او حتى الراس. اتكون من الكوليسترول ولا ما؟ نعم ليزا تفضلي. مزبوط، انا السؤال اللي فهمته منك ان انت بتعاني من وجع، مزبوط، بس مش عارفه اذا كان من الاذن او من الرقبه او حتى من الراس. وي خدش نحس انك رقبتي. اوكي شكرا لاتصالك، اكيد الدكتور حيجيبك. ليزا دوخه ولا وجع؟ من دوخه. دوخه مثل ما كنا عم نقول انه الدوخه فيها تكون ناتجه عن كذا عضو مش منه شغال بطريقه سليمه، ان كان الاذن، ان كانت الرقبه، الجيوب الانفيه، العينين، الدماغ. ساعه اللي بنقعد مع ليزا وبنفهم مزبوط باي ظروف بتجيها هيدي الدوخه وشو الاحساس اللي عم تحسه، شو اللي بحسنها، اذا عم تتكرر او لا، بنبلش نعرف تقريبا هالدوخه من وين جاي. بنزيد على شيء فحص سريري كامل ومحكم على لكل الاعضاء اللي معقوله تعمل لها دوخه اجمالا. حتى بنوصل تعرفوا من وين 90% من الايام بس بالعياده بنوصل لنعرف تشخيص تقريبا المشكله جايه من وين. نعم دكتور، بالفقره الاولى كنا عم نحكي عن الاطفال اللي ممكن يحطوا اي العاب صغيره يمكن بدينتهم، كمان في اطفال بيحطوهم من خلال الانف، هون شو المخاطر اللي بتصير؟ صح، المشكله مثل ما قلنا انه اذا الولد عنده اكسي، يعني عنده وصول لاشياء صغيره، لالعاب صغيره، هو بالحشرية يمكن يحطها بمنخاره، يحطها بدينته أو يحطها بتمه. بتعرف الولد بيحطوا كتير إشياء بتمه. مزبوط. المشكلة بالأنف هو كذا شغلة. أول شغلة الولد عم يلعب يمكن أهله مش شايفينه عم يلعب، أيام بيشوفوه وساعتها دغري رح ياخذوه عند الحكيم، أيام بيوصلنا أولاد ما بينتبهوا، بيجيبوه أهله لأنه منخاره مسكر وعم يطلع عمل. شو بيكون يمكن من شهر أو شهرين حاطط شيء بمنخاره، بما انه هيدا هالشيء منه طبيعي، عمل التهاب بالانف. نعم. وبنفكر انه هيدي جيوب انفيه او شيء من هالنوع. نعم. دكتور خلينا نوقف بس عند هالنقطه لناخذ اتصال احسن ما نطره كثير. احمد من موريتانيا، الو. الو، اهلا وسهلا فيك احمد. بدي اسال الدكتور عن، اكيد تفضل. دكتور عن التهاب الاذن وحساسيه الانف، شو المشكلة؟ التهاب الأذن؟ التهاب الأذن وحساسية الأنف. في علاقة بين، إذا في علاقة بيناتهم. شكرا على اتصالك أحمد. أيوة. أحمد، في علاقة وطيدة بين التهاب الدينة وحساسية الأنف. ليه؟ لأنه ساعات اللي بيكون في حساسية بالأنف، يعني غشاوة الأنف عم تكون عم تعطي إفرازات وعم تكون نافخة، يعني عم تسد المجاري، والمجاري اللي رح تنسد هي مجرى الأنف والمجرى اللي بيعطي التهوئه للاذن. بقى وقت المجرى هيدا بينسد، الاذن الوسطى ما بتعطي تهوى مزبوط، بتصير عرضه لانه يصير فيها التهابات اكثر، لانه منا بقى محميه، يعني اذا طلعت بكتيريا عليها بسهوله كثير فيها تعمل التهاب، اذا عبت مي او صار في مخاط بالاذن الوسطى ما بقعدوا بقى يروحوا، بصير في عندنا التهاب متكرره. عداك على انه اذا بتغير يعني المستوى الجوي، اذا طلعت بالطياره او طلعت على جبل ونزلت، الدينة عم تضغط، الطبلة بتتعب، وإذا الطبلة تعبت أيام بتنفخت وبصير في عنا التهابات مزمنة. يعني في كذا سيناريو كلهم متصلين بمشكل المجرى، التهوئة بين الأذن الوسطى والأنف، والأساس تبعه هو الحساسية تبع الأنف. نعم دكتور، كنا عم نحكي قبل الاتصال انه ممكن الأطفال يحطوا أي شيء بي من خلال الأنف، وممكن كمان الأهل ما ينتبهوا وتضلها فترة عند الطفل. قديش اسم الطفل ممكن يتحمل؟ ما كتير، بيصيروا يتعالجوا بمضادات حيوية، ومنفكر انه في عندهم مشاكل جيوب انفية، وجع راس وهيك، وبيطلع بالاخير انه وقت واحد بيفحص مزبوط بيشوف انه بقلب المنخار هيدا مش عمل طبيعي، في شيء وراه، وهالشيء اللي وراه هو كور اترانجي، يعني لعبة او حبة لولو او نعم. شقفة محاية أو شقفة خشبة، حي الله شيء. طب هون بهالحالة كيف بيصير التدخل؟ لازم نشيلها بالتي هي أحسن، في قانون لشيلتها. ممنوع نفوت ونلقطها ونشيلها. ليه؟ لأنه إذا جربنا نلقطها بنلقط المشكل، يعني اللعبة الموجودة بالمنخار، فيها تزحط لورا، وإذا زحطت لورا المنخار
فيها تنزل على قصبة الهواء ويتنشقها ونكون بمشكل بالمنخار، تصير بمشكل بالرواية اللي هو اكيد سيريو اكثر، يعني خطر اكثر على على حياة الطفل واصعب لنا كرمال نشيله. بقى القانون هو انه دائما شي نشوف شغله بالمنخار لازم نروح من وراها ونجرب نشيلها. اذا الولد بيسمح لنا نعمل هالشيء رايق كفايه او قادرين نهديه نعملها بالعياده، اذا ما قادرين نعملها بالعياده لازم ننيمه لهالطفل كرمال نشيله اياه. نعم، طيب اذا كان الطفل قدام موشفته انه عم بفوت هاللعبه الصغيره، في شيء هي لازم تعمله قبل ما تتجه لعند الدكتور؟ هلا اذا كانت باول المنخار فيها تجرب تشيله. إذا كانت فاتت لجوا ما لازم بقى تجرب تشيله لأنه رح تتفشوا زيادة لجوا، واحد. اثنين، لازم تخلي الولد قاعد لقدام لأنه الولد ساعة اللي بتنيمه لورا الخطر إنه تصحط هيدي لورا أكبر، بقى دائما تخليه طابب شوي لقدام كرمال هالكوري ترانجي اللي فات بالمنخار ما يصحط لورا تيوصل عند الحكيم اللي رح يقدر يشيل له اياه. نعم. طب هل الالتهابات اللي بتصير نتيجة إنه الولد فوت هيدي اللعبة إلها شيء أي مضاعفات؟ شيء تنشال الشيء ينشال اللعبه او الكوري ترانجي يعني بالمنخار اجمالا الوضع بيوقف هون. بحالات كثير قليله بنشوفها، يمكن مره او اثنين بالسنه بنشوف اشخاص صار عندهم مثل حجره بقلب منخارهم لانه بيكون قطع عليها 20 سنه ما حدا شافها، حجرت بقلب المنخار، سكرت المنخار وبنشيلها مثل الحجره صخره. نعم. بما انه عم نحكي عن الانف، في اشخاص كثير بيعملوا نزيف بالانف، شو الاسباب بتكون؟ نزيف الانف شغله كثير كثير شائعه وشائعه كثير عند الاولاد اكثر شيء، بس الاولاد عندهم نوع نزيف معين، الكبار عندهم تقريبا نوع نزيف ثاني، ومهم كثير نوعي الاشخاص وقتا بيشوفوا نزيف، لانه مثلا بيجوا في منهم بيقولوا انه عم ينزف الولد بدي اكبس له على جبينه او بدي احط له ليره او بدي ارجعه لورا او بدي اكبس له على عظام منخاره، كل هدول ولا وحده منهم بتنفع. ليه؟ لانه السبب الرئيسي للنزيف بالانف هو نزيف بالغضروف اللي بيقسم المنخار يمين شمال باول سنتي من هيدا الغضروف. ليه هالمنطقه هي دائما اللي بتنزف؟ لانه هيدي المنطقه فيها تشابك بين شريانين كبار. بس نحن بس نكبس هون مزبوط بوقف الدم؟ ايه، هلا رح نفسر وين لازم نكبس تيوقف الدم فعليا. قبل ما نفسر دكتور خلينا عم بقطشك انا حتى ما ننطر بس المشاهدين، خلينا ناخذ هالاتصال. الو، تفضلي فاطمة. الو، اهلا وسهلا فيك. نعم. ألو. فاطمة عم نسمعك، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، تفضلي. السلام عليكم. اهلا، تفضلي فاطمة. مساء الخير. مساء النور. مساء النور، مرحبا، اهلا وسهلا فيك. نعم، مشكلة بالأنف؟ خدتي ما بعدك مع أنفي. نعم عندي. أيوة نعم، شو هي المشكلة؟ تسمع تقطقة. أيوة تقطقة، تسمع تقطقة بأنفي. تسمعي تقطقة بأنفك؟ أيوة، من قبل كانت توجعني شوية، لما توجعني ونحسها. أيوة ايوه، ومن قبل كانت توجعني ونحسها. بانفك ولا باذنك؟ بس الوجع بس الطقطقة مرات بتمشي. بلا، انا بس وضحي لي شغله، عم تسمعي طقطقه مع وجع بالاذن ولا بالانف؟ يبدو قصدها بالاذن، هي قالت انف بس يبدو انه قصدها بالاذن. بعتقد الطقطقه بالاذن هي وحده من اثنين، يا الحنك، مفصل الحنك اللي موجود هو دغري على باب الاذن واللي هو ساعة اللي بيكون في مشكل بالغضروف تبع هيدا المفصل. اوكي، بصير يعمل طقطقة. يا الطقطقة الثانية هي مشكل بتهوية الاذن، وكل ما واحد يبلع ايام بتطق الدينة لانه بتكون معباية مضغوطة بالهواء. وهالهواء ظهر بسرعة او العكس. هدول هن اجمالا هن السببين للطقطقه اللي بنسمعها بالاذن، واللي واثنيناتهم هدول ان كان مشكل المفصل وان كان مشكل الاذن الوسطى بيعملوا وجع بذات الوقت. عن طقطقه خلينا نرجع للموضوع اللي كنا عم نحكي عنه، النزيف اللي ممكن يعاني منه الطفل. شو بنعمل بهالحاله؟ لكن المهم نعرف وين هو هيدا النزيف، والنزيف عند خصوصا عند الاطفال
بيكونوا بمطرح واحد اللي هو الغضروف اللي بيقسم المنخار يمين شمال. نعم. اول سنتي منه. أوكي. ليش اول سنتي منه؟ لانه هيدي المنطقه اللي بيكون فيها تشابك بين شريانين كبار بيغذوا بالدم الراس. اوكي. وهيدي المنطقه بما انه هي ادمانيه بالمنخار بتنشف كثير، اولاد صغار فين يحطوا اصبعهم بالمنخار لعده اسباب. هيدي منطقه له عليه الشوب كمان، بيقولوا عمر الرد الشوب الشوب بكبر الشرايين، بيوسع الشرايين. لكل هالاسباب، وبما انه هيدي منطقه مليانه شرايين وعرضه لانه هالشرايين يعملوا مشاكل، هيدي المنطقه اللي بتنزف. اوكي. هيدي المنطقه اللي بتنزف تنقدر نوقف لها نزيفها بدنا نكبس عليها، يعني شريان عم ينزف بدنا نكبس عليه. نعم. اذا ما عندنا شيء والولد عم ينزف، يعني ما معنا شيش، ما معنا دواء، اهين شغله نعملها هي اذا بتطلعوا على المنخار، في المنخار في منطقه فيها طعج ظاهر لبرا وبعدين فيها طعج فايت لجوا. أوكي. لازم يكبسوا بالاصبعين على الطعج اللي فايت لجوا بهيدي الطريقه ويخلوا الولد طابب لقدام. ليه طابب لقدام؟ لانه بدنا نعرف اذا عم ينزف ولا وقف ينزف، لانه اذا رجعناه لورا رح يصير ينزف لورا، يعني يصير يبلعهم ومش هنقعد نعرف اذا وقف او ما وقف. لكن بنطبه شوي لقدام كرمال نعرف اذا بعده عم ينزف او لا، وبنكبس له على منخاره بمنطقه الطعج اللي داخل لجوا، بنكبس على الميلتين وهذا الشيء بيكبس على الشريان، خمس دقائق بيوقف النزيف. احسن شيء يكون عندنا بالبيت او عند بالاحرى عند الاولاد اللي عندهم يعني نزيف متكرر. نعم. يكون في عندهم شيش ويكون في عندهم او اكسجيني، دائما حاضرين ومستعدين. نعم. 100% بيغطوا الزاويه تبع الشاشه بالاو اكسجيني، بيعملوها بيلفوها تتقدر تفوت بالانف. نعم. بيفوتوها بالانف اللي عم ينزف وبيكبسوا عليها. أوكي. من برا، هيدي بتوقف النزيف ب 90% من الحالات. نعم. يعني خلينا ناخذ اتصال لايمان من لبنان. الو، مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا فيك حبيبتي. ممكن احكي مع الحكيم؟ اكيد تفضلي حبيبتي، يعطيك العافيه حكيم. الله يعافيك. بس بدي اسالك، عندي صميم باذني الشمال ورحت عند حكيم قال لي عندك الحنك، في مشكله بالحنك، وعملت ارق ولبست الارق ما وصلت لنتيجه والطنين بعده موجود. عملت تخطيط سمع؟ ايه، عطلع عندي نشفين بدينه وحده؟ ايه. او النشف بدين يعني؟ لا لا، باذن الشمال بس. بدك رنين مغناطيسي للراس ضروري؟ فيش يعني له دواء؟ لا لا، بدنا نشخص يعني بعد ما خلصنا التشخيص عندك. بدنا نعرف ليه هالدينه عم تطن وليه هالدينه وحده فيها خساره سمع. لكن بدنا نشوف الاذن الداخليه، نقدر نشوفها يعني بالصوره ونشوف العصب اللي طالع من الاذن الداخليه للدماغ. الطريقه الوحيده كرمال نشوفهم هي بالصوره. أوكي. لازمك صوره. اوكي حكيم، شكرا لك. سلامتك. شكرا على اتصالك ايمان. اوكي. دكتور إلي، للاسف وقتنا خلص، ان شاء الله اكيد نحن بنشوفك بحلقات لاحقه عم نحكي اكثر او بطريقه مفصله اكثر كمان عن موضوعنا لليوم، لان الموضوع مثل ما بنعرف كثير كبير. في نصيحه اخيره؟ كرمال الاطفال الصغار لازم واحد دائما ننتبه عليهم ونبعد عنهم الاشياء الصغيره اللي معقوله هن يلعبوا فيها بطريقه غلط. كرمال شو ما كان عندنا مشكل وجع او التهاب ما لازم نستخف فيه، لانه في يكون شغله بسيطه وسخيفه وتتعالج بطريقه سهله وفيها تعمل اشتراكات تؤدي تقريبا للوفاه، دائما لازم ننتبه نكون واعيين كرمال نتعالج. شكرا لك إلي. شكرا لك دكتور. مشاهدينا بعد الفاصل حتنضم لنا مدربة اليوغا ميسم غانم، فاصل ونرجع. ترقبوا في حلقتنا فقرة خاصة عن فيا أناناس من بوست شوب. كل اوقات حياتي كنت اعاني هالمشاكل، لما تشرب ماي بارد تحس بكهرباء يعني في اسنانك، فالدكتور نصحني بهالشيء، معجون سنسوداين. حاليا بعد ما استخدمت سنسوداين حسيت ان نفسي نفس ربعي اللي وياي، اشرب اللي يشربونه واكل اللي ياكلونه، يعني كل شيء طبيعي. نفس الفندق ونفس الغرفة، ولكن
سعران مختلفان، لماذا تدفع أكثر؟ تريفاجو سيقارن لك الأسعار بين أكثر من 150 موقع حجز لتجد الفندق المثالي وبأفضل سعر. فندق تريفاجو. روتانا شارككم فرحة العيد في حفلات عيد الأضحى في دبي. روح 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 وبلغ أنسيد البلاد. في 24 سبتمبر فنان العرب محمد عبده. أدري ليه يا غالي عن حبك تصدى. في 25 سبتمبر الفنان رابح صقر. خميس ومالي خلق أزعل مهما تستفزوني. والفنانة نهوى. مجاني النوم مرتاح بالي وياك. في فندق الحبتور جراند شاطئ الجميرة. ضمابتك واجد وانا ماني بمنهم يا بعدي. مين صار عنده احلى تي في؟ وي ماي اتش دي، ماي اتش دي بقدم لك 57 محطة منهم 46 عالية الوضوح، يعني اتش دي مع ريسيفر لمدة سنة. بدك تاني شوف نفس المحطات على شاشة أكبر؟ يا عيوني. اشترك وشاهد 46 قناة اتش دي مشمولة مع جهاز الاستقبال لمدة سنة على عرب سات. اتصل بماي اتش دي. ماي اتش دي، الفرق واضح. Collection in stores now. Flow Concept, urban Danish design since 1952. وصلنا للفقرة الثالثة من حلقتنا لليوم مشاهدينا. إذا كان عندكم أي سؤال ما تترددوا تتصلوا فينا على الأرقام اللي أسفل الشاشة أو تواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنستغرام وتويتر. بهالفقرة بدي رحب بمدربة اليوغا ميسم غانم. أهلا وسهلا فيك يا ميسم، طولت الغيبة علينا يا ميسم. شو أخبارك منيحة؟ ميسا، مثل ما بنعرف انه اليوغا كثير مفيده لجسم الانسان ان كان نفسيا او غير شيء، قد ايه كمان مهم او قد ايه علاقتها بطرد الامراض وخاصه كمان الالتهابات؟ يعني نحن بنشوف عالم كثير اذا عندهم اي مرض دغري بيتجهوا ليعملوا جلسات يوغا، وخاصه الاشخاص كمان اللي بعمر كبير. مظبوط، قد ايه مهم هيدا الشيء؟ هلا مثل ما بنعرف انه اليوغا بتساعد على تحسين نظام المناعه اللي عندنا اياه، بس لتحسين نظام المناعه هيدا الشيء ما بيصير بيوم وليله، يعني هي بدها تعتبر مثل نهج حياه او لايف ستايل بنتبعه نحن كل يوم، من طريقه غذاء، من طريقه اكل، من طريقه ممارسه رياضه، من طريقه ممارسه حركات اليوغا يعني، او من طريقه التنفس، من طريقه التامل، واكيد الافكار الايجابيه. هلا من ناحية تانية اليوغا بتخلق توازن على مستوى الجسد والفكر. هيدا كيف بتساعدنا؟ اليوغا بتعتمد انه الامراض ان كانت جسدية او نفسية هي بتكون مشرشة بالفكر اللاواعي اللي عنا اياه، يعني موجودة بالفكر. ونحن من خلال ممارستنا لليوغا عم نروح على مستوى وعي، بنخلق مستوى وعي جديد عنا اياه، يمكن مش حاسين فيه، هو موجود عنا بس مش كتير عنا احساس فيه لانه بنطرد هالافكار يعني اللي موجوده. ايه اكيد مزبوط، بنفوت على شيء محل داخلي يعني الروح او الروح الكليه اللي نحن عنا اياها. وهذا بيساعدنا انه اكيد لطرد الافكار السلبيه من راسنا، بيساعدنا على الشفاء الذاتي والشفاء الجسدي واكيد النفسي، يعني المرض مش بس مرض جسدي، بدك تعتبري انه المرض هو كمان فكره، عم نفكر نحن المرض كونتينيوسلي، اذا واحد عم بفكر انه انا مريض انا مريض انا مريض، هي عم بيجيب سلبيه على حياته، حيصير صعب عليه انه يصح بطريقه اسرع. فاليوغا بتساعد على طرد الامراض، اكيد مثل ما قلنا تقويه جهاز المناعه اللي عندنا اياه، اكيد تحسين وضعيه العمود الفقري اللي هي مرتبطه بعده نشاطات بالجسم، واكيد على التنفس واكيد الاسترخاء.
صحيح ميسم، هو مزبوط يعني الاشخاص اللي يبعد الامراض عن الجميع، بس الاشخاص فعلا اللي بيمارسوا رياضه اليوغا بتحسيهم كمان ما بيعانوا من اي امراض، يعني حتى امراض صغيره بتلاقي لا بيمرضوا ولا بيقربوا مثلا ولا عندهم اي مشاكل صحيه. مزبوط هذا الشيء صحيح، وبيضلوا من صغار على فكره. ايه صح؟ ايه هيدي فور ايفر يونغ ضروري تتبعها. فمزبوط، لانه ليه؟ لانه هو نظام حياه بيساعدنا مثل ما قلتي على خلق بالانس، هيدا الهارموني او التوازن ما بين الجسد والروح والفكر، هو عم بخلينا نوصل لهالمرحله نكون بصحه متينه وصحه جيده. المشكل هلا هالايام انه نحن كثير بعدنا عن طبيعتنا البشريه، يعني اذا بتشوفي مثلا الحيوانات بس يمرضوا بيعملوا مثل ديتوكس، بطلوا ياكلوا، في اكل او عشبه معينه بياكلوها، بس والانسان اللي هو من ارقى المخلوقات يعني يعني لازم كمان نخلق أكثر وعي أو نطلع على الوعي اللي بداخلنا، لأنه هيدا الشيء موجود فينا، يعني عنا طاقة الشفاء الذاتي اللي نحن عنا إياها. سو هيدا الشيء لازم نهتم فيه ونوعي حالنا أكثر، نوعي حالنا أكثر على ممارسة حركات اليوغا، لأنه حركات اليوغا مش بس بتشتغل على الجسد، بتشتغل على الروح كمان. بنشتغل على نقاط بالجسم، بيكون نقاط إنرجي موجودة بالجسم، كل وضعية من وضعيات اليوغا بتعطيكي طاقة إيجابية كمان. مزبوط، بتعطيكي طاقة إيجابية. طب ميسم، ليه دائما بتتجه نحو الطبيعة؟ نتجه للطبيعة لأنه هي طبيعتنا البشرية، يعني نحن خلقنا من الطبيعة، الإنسان خلق من الموجود من العناصر الخمس أساسية بالطبيعة. ونحن لأنه بس نبعد عن الطبيعة بنبعد عن نظام الناتشرال لو، بس نبعد عن الطبيعة بصير في عندنا خلل بحياتنا. مجرد انه نحن كنا بس نرجع للطبيعه، الطبيعه اللي هي نفس، انه نحن عم نتنفس مزبوط، الطبيعه هي الاكل، الاكل الصحي، الاكل اورجانيك، اكل فيه حياه، يعني اذا هلا انت بتروحي بتاكلي فاست فود بتحسي الوجبه انه خاليه من الحياه، هيك الوانها باهته، بس حتى الاشخاص كمان ميسم اللي ما بيمارسوا رياضه اليوغا قد ايه كمان مهم انه بيتجهوا نحو الطبيعه، يعني في كثير اشخاص بيقولوا بيطلعوا مثلا على الجبل، بيطلعوا على بيتهم بالضيعه، قد ايه هذا الشيء كمان بيريحهم نفسيا. اكيد مثل ما قلنا، لانه الشخص هو نحن من الطبيعه، واكيد الطبيعه يعني مثلا شروق الشمس او غروب الشمس، الشجر، الهواء النظيف، اكيد كثير بتساعد الاشخاص ليصيروا بصحه احسن يعني، ويبعدوا شوي عن الحياه السريعه. هي مشكلتنا انه حياتنا كثير سريعه، ما بنعطي وقت لحالنا، انه بضلنا هيك انا راش كل الوقت، وافكارنا عم كثير عم تتجه نحو السلبيه. يعني كل شيء بالحياه عنا ببلش بفكره، الفكره بتصير فعل، الفعل بيصير مثل نمط حياه، ونمط الحياه هو بيقرر مصيرنا بالحياه، انه احنا شو بدنا نصير، كيف صحتنا بدها تكون. نعم. طب مثلا في نوع محدد من اليوغا هو اللي بيقوي لنا جهاز المناعه عنا، ولكن انواع اليوغا بتكون مفيده لنا؟ هلا كل انواع اليوغا مفيده للجسم، هلا اكيد كل باث او كل نوع هو مختلف شوي عن غيره، بس بالنهايه المضمون واحد. في عدة انواع، بس النوع الاوريجينال هو او النوع الاساسي هو الهاثا يوغا، هو عباره عن تجاذب التناقضات بين القوى الايجابيه والقوى السلبيه، نخلق توازن بيناتهم. الهاثا يوغا هو نظام بيعتمد على ريلاكسيشن، رياحه جسديه، بيرجع فيه حركات يوغا، بيرجع فيه تنفس، واخيرا مثل مديتيشن ورياحه استرخاء. لما زال ذكرت انه في عده انواع من اليوغا، كيف شخص بيختار النوع اليوغا المناسب له؟ هو بيسكلي التجربه، بده يجرب، يعني في عده انواع بتناسب كثير اشخاص. هلا اذا كان شخص مبتدئ اكيد يبلش بالهاثا يوغا، هي الهاثا يوغا بتناسب المبتدئين والمتقدمين. في اشخاص يمكن كثير رياضيين بحبوا شيء القوي، فيهم يعملوا شيء اسمه اشتانجا يوغا. في اشخاص بده يعملوا مثلا ديتوكس لجسمهم، فيهم يعملوا شيء اسمه بيكرام يوغا، كمان بيساعدهم انه ينظف جسمهم من عمل على درجه حراره عاليه. ففي عده انواع من اليوغا، في الشخص حسب هو شو بيكون، شو عنده حالته الصحيه، حتى كيف تقدمه بالحياه، كيف بياكل، كله بيختلف. طيب هي كخطوه اولى ميسم بتكون صعبه خاصه للاشخاص اللي بيعانوا من مرض معين؟ لا،
بالعكس، خاصة اللي بيعانوا من أمراض بتحسن لهم نفسيتهم. نعم. يعني بتساعدهم بوزيتيفلي، يمكن إذا ما شفوا من المرض بيتقبلوا المرض بطريقة أحسن، ومنها صعبة لأنه بينعمل مثل موديفيكيشنز أو تعديل للحركات حسب حالتهم الصحية هن. نعم. ميسم شكرا لوجودك معنا، ما تطول الغيبة علينا، احنا اكيد بنشوفك في حلقات لاحقة. شكرا لك. مشاهدينا بعد الفاصل رح ينضم لنا المدرب الرياضي جو سرور، فاصل وبنرجع. ترقبوا في حلقتنا فقرة خاصة عن فيا أناناس من بوست شوب. حساسية سنين شيء كتير ثقيل بس واحد يمرق فيه، لأنه بيحد لك كتير من حريتك بالأكل. بحثت عند حكيم ونصحني بسنسوداين، بس أفيلة معجون سنين لأني جربته. ترجع إنه ثقتك بحالك وبرفقاتك وبحياتك الاجتماعية. الفنان محمد عبده. رجعيلي كل كل راحة الدنيا علي. يطلق أغنية جديدة بعنوان كل شيء. اسمك وصلك لبعدك وبحتريك ولا تجي. تجدونها حاليا على موقع iTunes.com. قس قلبي يمكن ألقى عذر ما أقدر أجي. إنتاج روتانا. مين صار عنده أحلى تي في؟ وين ماي اتش دي؟ ماي اتش دي بقدم لك 57 محطة، منهم 46 عالية الوضوح، يعني اتش دي مع ريسيفر لمدة سنة. بدك تاني شوف نفس المحطات على شاشة أكبر؟ يا عيوني. اشترك وشاهد 46 قناة اتش دي مشمولة مع جهاز الاستقبال لمدة سنة على عرب سات. اتصل بماي اتش دي. ماي اتش دي، الفرق واضح. الفنان اسماعيل مبارك في ألبوم جديد بعنوان مسج. يتضمن 14 أغنية. مسج للفنان اسماعيل مبارك. حاليا في الأسواق. إنتاج وتوزيع روتانا. كاتوك، البرنامج اللي بينفرد بنقل آخر صيحات الموضة وأهم ابتكارات المصممين بالتعاون مع شركة فاشن تي في العالمية. كاتوك يوميا الساعة 11 المساء على الـ LBC. الفقرة الرابعة من حلقتنا لليوم مشاهدينا، بدي ارجع اذكركم فيكم تتواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او تتصلوا فينا على الارقام اللي ظاهرة قدامكم باسفل الشاشة، وما تنسوا فيكم تبعتوا اسئلتكم كمان على ارقام الواتساب اللي عم بتشوفوها قدامكم. بدي رحب بالمدرب الرياضي جو سرور. اهلا وسهلا فيك جو. كيفك؟ نشكر الله. جو، لما شخص بده يبلش رياضة وخاصة الاشخاص اللي بدهم يربوا عضل، شو الاخطاء اللي ممكن يوقعوا فيها؟ هي انفاكت مش اخطاء قد ما بتكون حماس بالاول. يعني الواحد بيتحمس بالاول بده يبلش،
ايام بروح على الجيم بشوف شيء بسموه ذا بيج جاي سيندروم، يعني مثلا انا بيجنر بروح على الجيم بشوف واحد كثير ضخم وكثير صار له زمان بيتمرن دغري بدي اتامل صير مثله. اكيد فيني صير مثله بس بدي وقت لاوصال. يعني بيجي هيدا الشخص بيتحمس بده يحمل اوزان كثير، بده يجرب يعمل كثير موفز، بكون الكوتش مثلا قال له اعمل هي وهي وهي، حس حاله لانه هو بوقت التمرين حامي وادرينالين عالي وعم يتمرن والبلد فلو قوي، سو ما حس بالتعب وهيك، بقول يلا الكوتش ما قال لي اعمل هول، يلا بعمل بعد شوي بعد شوي. ثاني نهار بقوم معضل كثير. بالنهايه والتعديل شو مايكرو ديسكشن، يعني تمزق صغير. فهيدا التمزق رح يرجعوا فشخه فشختين لورا عن السبور، يعني رح يصير يقول انا برجع بروح ما برجع بروح بتمرن ما بدي ارجع عضل هالقد. فهي الخبريه انه السبور ما بدي بالاول يكون محمس هالقد ليروح يبلش الرياضه كرمال يبلش ستيب باي ستيب، يجوا بدي بلش رياضه سبور خمس ايام بالجمعه وبدي اعمل فيري ستريكت دايت. حتى في ناس جوا كمان بيلجؤوا للادويه وحتى المنشطات لحتى كمان اللي هو للاسف كثير غلط يبرزوا عضلاتهم بوقت اسرع، يعني هول بنسميهم سبلمنتيشن. سبلمنتيشن بيساعدوا بكايات معينه. أوكي. يمكن شخص اتليت ما عم بيلحق يتغذى كثير، الغذاء محل والسبلمنتيشن محل وبنفس الوقت التمرين. يعني شخص مبلش جديد سيدنتري اوتوماتيكلي متى عمل حركه اذا كان جسمه عم يتعود يحرق 1000 كالوري لتسي بالنهار، عمل حركه اوتوماتيكلي حرق كالوريز اكثر. فهالكالوري اكسبندتشر حرق زياده اوتوماتيكلي رح يضعف، منه بحاجه ولا لادويه ولا لشيء كثير يعني متقدم، هاي هي يتحرك شوي زياده. انا اللي بقول لهم للي بدهم يبلشوا اول شيء بيبقوا مرددين انه لا وقد ايه بدنا وقت وهيك او شيء، يبلشوا بطريقه صحيحه، بدهم يبلشوا شوي شوي. دائما لازم يكون في كوتش، يكون دائما مركز عليه سيرتيفايد كوتش مع كونتينيوينج اديوكيشن. شو يعني كونتينيوينج اديوكيشن؟ انا تعلمت مثلا بال2005، من ال2005 لهلا كثير تطور العلم، كثير تطورت الرياضه وكيف طرق التمرين والحركات كثير تطوروا. يعني لازم يكون هالكوتش عم يضل عم بيلاحق العلم ليقدر يعطي هالاشخاص الرياضه المطلوبه لهم، لانه مثلا مثل ما كان قبل الشخص اللي بشغله يتحرك كثير، هلا كمان شوي شوي بطل عم يتحرك بطل عم يتحرك، صار ماكسيموم قاعد على المكتب، يعني من سيلولار ومن السمارت فون عم يقدر يعمل كل شيء، سو ليه لا يتحرك؟ فاوتوماتيكلي نحن بس يجي لعنا على الجيم كل النهار قاعد جسمه معود على هيدا الروتين، بدي اجي انا دغري اعمل له هالانتنسيف تريننج لإله بدي اذيه اكثر ما رح فيده. كمان جو يمكن الاشخاص كمان بيكونوا مهووسين بالاثقال، هل فعلا بس الاثقال هي اللي بتعمل عضل ولا في حركات ورياضات غير؟ ليكي شو؟ يوجوالي دائما هي الفكره هلا عم تتحسن كثير. يوجوالي دائما الشباب بيروحوا للاوزان ويشيلوا اوزان والبنات بخافوا يشيلوا اوزان انه يا بتعمل عضل يا بتعملها مانلي بيقولوا لها. صح. اول شيء انا جنرال ايديا الوزن الاثقال لحاله ما له عازه، بدنا معهم كارديو فاسكولر، وكارديو فاسكولر لحاله ما له عازه. الشباب ما بيحبوا يعملوا كارديو فاسكولر تريدميل بيقولوا تريدميل او ركض او بيسيكلات او صفوف الايروبكس العادي بيقولوا هو بيضعفونا بيروح العضل، ونفس الشيء البنات بيقولوا هو بيعملوا لنا عضل. هيدا شيء كثير غلط، اثنيناتنا لازم نعمل كارديو والجيم. ليش؟ نحن بس نحمل اثقال نحن عضلتنا فيها نوعين فايبرز اذا بدنا نسميهم على السريع فاست تويتش وسلو تويتش، وحده بتتجاوب مع الركض والايروبكس كلاسز ووحده بتتجاوب مع الاوزان. فنحن لنقول شاب انا اذا عم بعمل اوزان عضلتي عم تكبر او عم تتحسن من ميل وحده، بنت اذا بس عم تعمل ركض عضلتها عم تكبر عم تتحسن من ميل وحده. كثير بيجي بنات بيقولوا لي انا تحسنت وصلت لمحل بلاتو، بنقول له يعني ما عم بتقدم بقى، تحسن جسمي سافا بس بعد عندي هالبارتي هيك هون هالبارتي هيك هون. هون بكون وصلنا صار لازم تكون عم تبلش تشتغل على الفاست تويتش او على السلو تويتش فايبرز. من الاخير اجباري ان كانوا بنات ولا شباب يعملوا اوزان ويت ليفتنج او من الا سترينث تريننج نحن والكارديو بنفس الوقت، اكيد فولو اب مع بروجرام لسبيشاليزد لإله للشخص. جو شو محضرنا اليوم حركات؟ يلا تفضل. هلا انا دائما بجرب اعمل بالاستوديو قصص هينه تاذى يلي عم يتابعونا بالبيت فيهم يعملون معنا، يعني منا بحاجه للجيم طويل عريض لنقدر نشتغل هيك. الاستيك باند هينه كثير فيهم يحصلوا عليها من حيلا محل. هيدي الالاستيك باند مثلا لونها احمر، يعني بتبقى لونها فاتح اهين من الالاستيك باند الزرقاء بتبقى اصعب. ف
فيهم يجيبوا كل واحد حسب هو القوة تبعه، أو فيهم يجيبوا الست كلها ليتمرن فيها بالبيت. أنا بالبيت، مدام بالبيت عندها أولادها وهيك، ما عندها الوقت لتروح تبرم تروح على الجيم، ما عندهم وقت. عندي هالإلاستيك بعمل تريننج كاملة فيها. لا بدي إلاستيك باند؟ تنبلش بالحركات وبحكي بنفس الوقت. أول شيء إلاستيك إذا واقف جالس لك شدتني أنا، إذا رخيت بطلت شدة. يعني في شخص عنده وجع ظهر، في شخص عنده وجع ركب، هو وهون هون التنشن على الركب وهون التنشن على الظهر، راخية الإلاستيك ما عملت لي خطر كتير. however أنا إذا معي ويتس ودمبلز هون تقلى 5 كيلو وهون تقلى 5 كيلو، ففي خطر عليها. إذا شخص بيجنر عم بقول هيدي على عم نعمل بالهينة، شخص شوائي قوي وما عنده غير إلاستيك أوكي بيقصرها أوتوماتيكلي من هون. فأنا لنقول فيني بلش أعمل السكواتس تبعي. ليه أنا دايما بحب بلش بالسكواتس؟ أول شيء هالسكواتس عم بتشغل لي تقريبا توتال بادي ورك أوت، عم بتشغل لي الفخاد، عم بتشغل لي البطات لأعمل بالانس ما يقربوا الركب لقدام، عم بتشغل لي الفاس من ورا، ظهري لما قطعج وعم يشتغل، اكتافي لشد بالإلاستيك عم يشتغل. نعم. يعني جو نحن للأسف وقتنا خلص، حديثي أنا وياك أخذ من وقت الديمونستريشن، بس إن شاء الله أكيد بحلقات جاية أكيد نتعرف أكثر على حركات وتعطينا نصايحك بشكل كمان أوسع. شكرا لك جو. مشاهدينا بعد الفاصل رح تنضم لنا أخصائية التغذية غنى غليني من بوست شوب، فاصل وبنرجع. ترقبوا في حلقتنا فقرة خاصة عن فيا أناناس من بوست شوب. في صحافة وهيك بتكبر القصة أكتر وبتكبر المشكلة أكتر. مش حرم، أنا بنتي أنا حر، البسي. أنا حذفت لها مشاهد، دي حذفت لي الفيلم كله. أحطك على فشلي تزعلي؟ أنت عايزة أقول حاجة معينة؟ أنا مش قد أحمد سعد، أنا غير قابل للمنافسة. أول من هدد بالقتل من فضل شاكر هو أنا. أنا بعتبر إن حياتي الخاصة أوضة نومي، ما ينفعش أي حد أفتح أوضة نومي وأدخله. أوف، أنا أقصر في كلام أغنية؟ قولك انا خطفت نجوم. بعد كده اللي عايز بوسه يسالنا انا الاول. اعترفت قبل ما ادخل على فكره، من فضلك احترمي نفسك. لو انا قلت لك دلوقتي انت قللت الادب. انذار. مصارحه حره الاربعاء الساعه 9 المساء على الال بي سي. حفلات عيد الاضحى 2015 في البحرين. روتانا تقدم الجمعة 25 سبتمبر فنان العرب محمد عبده. أدري ليه يا غالي عن حبك تصدى. في فندق الخليج المنامة قاعة الدار. أعيش فيها عشان بكرة، عشان ليل اللي كله جروح. أهم الأخبار العربية والأجنبية من عرب. كواليس كل الأفلام والمسلسلات. سباق البوكس أوفيس المصري والهندي والأمريكي. كل أخبار الموسيقى العربية والعالمية. كل الأخبار الفنية على السوشيال ميديا والجوسب. كل اللقاءات والأخبار الحصرية فقط في عرب وود. عرب وود يوميا الساعة 10 المساء على الـ LBC. Hello everyone, this is Ricky Martin and you're watching Papa. Hi Angela, it's Cody Wise. I just wanted to let you guys know, keep watching Pop Up. Pop Up.
What's going on? This is Neo and you're watching Pop Up. This is Aloe Black and you're watching Pop Up. تابعوني على Pop Up على LBC وقنوات روتانا مع أنجيلا مروان خوري وائل جسار رامي عياش في Pop Up. تميز كين وبعده الهدف. Pop Up الأربعاء الساعة 7 المساء على LBC. More with the new collection in stores now. Flow Concept, urban Danish design since 1952. مشاهدينا وصلنا للفقرة الأخيرة من حلقتنا لليوم. بدي رحب بأخصائية التغذية غنى غليين من بوست شوب. أهلا وسهلا فيك غنى. ميرسي. أهلا فيك غنى. قبل ما نبدأ حديثنا خلينا نشوف سوا تقرير عن فيا لاين. بوست شوب بيقدم منتج ثوري جديد راح يساعدكم تحلوا كل مشاكل الوزن الزايد وتتخلصوا منه. بيلاين منتج جديد عبارة عن مكمل غذائي يساعد على تنحيف وحل كل المشاكل المتعلقة بالوزن الزايد والدهون المتراكمة. Le Vialine a été élaboré à partir d'une matière première qui est le safran. Cette matière première est très largement documentée et a eu de nombreuses publications ainsi que des études cliniques qui ont prouvé l'efficacité de cette matière première. Nous avons aussi travaillé sur le procédé d'extraction et de fabrication afin de pouvoir extraire le principe actif de façon optimum afin de pouvoir permettre une meilleure qualité au niveau du produit. فيالاين بلش بأوروبا وبأمريكا وكان الإقبال عليه كتير كبير وقدر يعطي نتائج مبهرة بسرعة. مثل أي أم بعد الولادة بزيد وزنها وبصير صعب كتير أنه ينزل وزنها بسهولة، فجربت كل الطرق ما مشي ولا طريقة، فصار يزيد وزني أكثر. ومثل كل واحد لما بصير بزيد وزنه بصير بفش خلقه بالأكل، بيتضايق، بصير عنده أثار جانبية من النفسية مع عائلته، بصير يعني بده يفش خلقه بالأكل. لحد ما جربت الفيا لاين خلال شهرين نزل وزني واسترديت وزني الطبيعي اللي أنا كنت حابة حافظ عليه. بتوجه لكل أم عانت مشكلة الوزن الزايد بعد الولادة تقوم بهالخطوة لتسترجع وزنها المثالي وتكون مرتاحة مع نفسها ومع عائلتها. فيا لاين منتج بيحتوي على الزعفران بيساعد على التنحيف والمحافظة على وزن مثالي، ما إلو أي أثار جانبية، بيشتغل على السيروتونين يلي بتساعد على التحكم بالشهية وعلى تجنب أثار السترس يلي معقول تأثر على الوزن وتؤدي إلى السمنة الزايدة. غنى السيدة اللي شفناها بتقرير اللي ما قدرت تخسر وزن إلا من خلال منتج فيا لاين، شو السر الموجود بمنتجاتكم؟ مع منتج فيا لاين اول منتج طبيعي داخله يلي هي عشبه السافرون يلي هي الزعفران. الزعفران عاده نحن بنستعمله بالاكل، يعني اكثر شيء بالدول العربيه، بالخليج كمان العربي بيستعملوه كمان مع الاكلات اللي هي داخلها الرز او الكبسه نحن بنسميها كمان، لانه بتعطينا طعمه طيبه. وهي معروفه انه هي من اغلى 10 اعشاب موجوده، لانه استخراجها كثير صعب، يعني حتى نقدر نحن نعمل نص كيلو زعفران نحن بحاجه لتقريبا 20,000 زهره، وهي استخراجها يدوي بيكون. كرمال هيك الفيا لاين اسمه فيا لاين ريد جولد، يعني الذهب الاحمر، نظرا لانه فوائد الزعفران عديده جدا. مع السيده اكيد اللي كمان شفناها ومع اشخاص كثير كمان مرقوا معنا، كانوا معنا باكيد تجارب، كانوا معنا لايف كمان باكيد العديد من الشاشات اللبنانيه كمان قدروا خسروا وزن كبير. وفي كثير اشخاص بجربوا كثير طرق،
يعني نحن بنعرف انه لازم اكيد نتبع نحن نظام غذائي صحي. نعم. فالاشخاص اللي خسروا هالوزن كثير ما بيرجع بيردوه، اهم شيء انه ما نرجع نرد الوزن، يعني يحافظوا على نظام غذائي. مزبوط، لانه الفيالاين عم بيساعدنا انه نخسر نحن وزن بطريقه صحيه. نحن نعم. هون ما عم نخسر بالشهر تقريبا 10 كيلو، لا نحن عم نقول بين 6 كيلو 7 كيلو ماكسيموم، لانه نحن بدنا نخسرهم فات. أوكي. يعني اليوم نحن ما فينا نحن نخسر وزن بطريقه كثير سريعه ويكونوا كلهم دهون، بده يكون قسم منه مي وقسم منه عضل. نعم. واذا نحن خسرنا مي وعضل بنفقد نحن من اكيد الميتابوليزم، نسبه الحرق كمان كثير بيوطى. يعني اذا الشخص بيكون عم يحرق 1500 كالوري وفقد عضل بصير بيحرق 1200 او انه 1300 بضر جسمه. مع الفيا لاين هون نحن عم نخفف الشهيه، يعني الشخص عم يضله عم ياكل. يعني اكيد المراه الحامل اللي هي بتكون بعد الولاده ممكن تكون مرضعه كمان السيده كمان. نعم. بنفس الوقت فهون نحن اكيد المرضعه بيقولوا لك كلي تقريبا قد اثنين لانك انت كمان عم ترضع او انه الحامل. صح. هون كثير غلط، هون نحن عم نرجلج لنحن كميه اكله، يعني المفروض تضل عم تاكل. غلط انه نحن ناخذ شيء يقطع لنا الشهيه كليا، يعني كومبليتمون المفروض نحن انه نخفف من شهيتنا، وكل شيء نحن سعرات حراريه ممكن ناكلها بالنهار زياده نحن عم نخفف منها. يعني اكيد بيكون كان عندها مشكله لقمشه، مشكله شهيه على كمان كل شيء حلويات، كل شيء نشويات. اوقات كثير يعني نوصل لمرحلة انه نحن ما بنقدر نستغني عن اكيد يمكن الحلو يمكن الشوكولا بدل نحن عبالنا او انه بنستحلي. مزبوط. فاكيد الفيا لاين بيساعدنا انه نحن ناكل يلي بدنا اياه بس بكميات اقل. اوكي. يعني في كثير اشخاص في عندهم شراهة على الاكل بنسميهم نحن ايموشنال ايترز، لانه عادة احاسيسهم او انه ستريس او انه التوتر بصير بياكلوا اذا 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 عصبوا. مزبوط. يعني نحن بنقول الاكل فشة خلق صارت. نعم. يعني بس كمان بالنهاية اذا كنا اكلنا زيادة عن حاجتنا بدنا نزيد بالوزن، يعني هذا الشيء نحن ما في مهرب منه اكيد. طب غن على فيا لاين قد ايه فترة بنضل فينا نستعمله؟ هلا المفروض نحن نبلش فيه متواصل ناخده حتى نخسر الوزن كله، يعني بنضلنا عم ناخده بطريقه متواصله حبتين على الريق اكروكي. مفروض ناخذهم قرقشه حتى الابسورسيون تصير اسرع، يعني امتصاص بالمعده يصير اسرع. وبس لما نحن ننقي انه خلص نحن حبينا نحن وزننا حابين نحن نثبت وزن، لانه بنعرف نحن كمان نحن ما بيهمنا كثير ننزل وزن كثير، بيهمنا نحن نوصل لاكيد الوزن الصحي. مزبوط. لانه بالنهايه حتى ما يتاثر الواج، وحرام يعني الشخص اوقات في كثير كمان بين شباب وبين صبايا بحبوا كثير يضعفوا بس اخر شيء بصير مرض يعني كمان الضعف. طب في حال اخذ وصل الوزن اللي هو بده اياه بس بده يرجع يعيد نفس المرحله، في يرجع يعيدها دغري ولا بده ينطر او يخلي هلا المفروض يعمل فتره مانتنس، وفتره المانتنس اللي هي تثبيت الوزن كثير مهمه. يعني نحن اوقات بالكلينيك اوقات الشخص يعني بيهمل اخر موعد مع الدايتيشن اللي هي المانتنس، فتره تثبيت الوزن اللي هي من خلالها نحن مفروض نحن ناكل بكميات معتدله، وبنصير مع الفيا لاين بناخذ بدل الحبتين حبه واحده. اوكي. هلا اذا رجع يعني بعد 3 اشهر 6 اشهر رجع لاكيد عاداته السيئه يرجع ياكل كل شيء بده اياه طبيعي طبيعي بده يرجع يزيد الوزن. أكيد. يعني ما في شيء بالنهايه بصراحه نحن بنحكي ما في شيء بالنهايه السحر انه يروح لنا الوزن الزايد ونرجع ناكل اللي بدنا اياه وبطريقه عشوائيه وما نرجع نزيد. نعم. كرمال هيك نحن بنضلهم كيف بدهم ياكلوا، شو هي الطريقه الصحيه. يعني الفيا لاين هو مساعد انه عم بخلينا يتحكم لنا بكميه اكلنا. اوكي. وبالاكيد بس كمان الاشخاص بده يساعدوا حالهم، بدهم اكيد يساعدوا حالهم، بدهم اكيد يعملوا سبور، بس نحن هون مع الفيا لاين عم نعطي حل للاشخاص اللي هن ايموشنال ايترز او الاشخاص اللي اكثر شيء بحبوا كل شيء نشويات وسكريات. نعم. شو بدك تعرفينا اليوم؟ وانت قبل كمان غنى سبق وحكينا عن منتجات ان هي طبيعيه 100% اكيد، واكيد بتحتوي على السافرون او الزعفران. الاشخاص اللي بدهم يشتروا هيك منتج كيف بيضمنوا؟ بتعرفي هلا بالاسواق صار في كثير قصص عم تتقلد. نعم. كيف بيضمنوا انه المنتج ما يكون مقلد؟ واكثر شيء يعني منتجاتنا نحن كمان في عليها كثير تقليد، وخاصه الفيا اناناس. نعم. الفيا اناناس لانه اكيد منتج قديم منه جديد بالسوق وفي له فعاليه عاليه. بنحكي شوي عن الفيا اناناس انه هو فات بيرنر حارق للدهون بس بطريقه غير مباشره. أوكي. يعني عم بيساعد انه نحن نحرق فات اكثر من خلال انه هو عم بيحرك الميتابوليزم، لانه دخله انزيم يلي هي اسمها بروميلين يلي هي انزيم مهضمه بنفس الوقت، عاده بناخده قبل الوجبات قبل الغداء وقبل العشاء، عم بيساعدنا انه نحن نهضم كل شيء ممكن نحن ناكله، ممكن نحن يكون في عنا مشاكل عسر هضم، وبهالطريقه نحن بس لما تكون في عنا جهاز هضمي نشيط وعم يتحرك مزبوط ما منعود نحن منخزن دهون. اوكي. اوكي. وهون عم بحكي نحن بس لما نخسر دهون بكل مناطق الجسم. ما في مطرح معين وين في زياده بروحه. يعني في كثير اشخاص بيسالونا انا عندي بس بطن، انا عندي بس هون شيط او انه وراك،
عملية خسارة الوزن بتروح بكل مناطق الجسم. مزبوط. أكيد. هيدي كمان المشكلة غنى أنه في كتير أشخاص بس بدي ينزلوا من بيوزنهم بينزلوا بمنطقة ومنطقة كمان لا بتكون صعبة عليهم. صعبة لأنه بتكون هي عملية أكيد في عنا كتير عوامل. في عنا عوامل الهرمونية كمان. في عنا عوامل الأكل كمان. يعني إذا كنا نحن نظام غذائنا بيحتوي بس على النشويات والسكريات وكل شيء حلويات حنخزن دهون أكتر شيء على منطقة البطن. صح. فبنصح الأشخاص إذا بدهم يتبعوا نظام غذائي صحي ويخسروا أكتر شيء من منطقة البطن إنه يخففوا النشويات السريعة. أوكي. يعني اللي هي كل شيء معجنات كل شيء باستا الرز الأبيض بدهم يستبدلوه بكل شيء نشويات اللي هي قمحة كاملة. أوكي. واكيد هول الكارت اللي هن الفيريفيكيشن كارت نحن اكيد كثير بهمنا انه نتاكد انه بقلب كل علبه بس لما ناخذ اكيد البرودكت انه موجود كارت الفيا لاين او انه كارت الفيا اناناس. أوكي. اللي هو من خلاله نحن في عنا عده طرق. في عنا الكيو ار كود اللي اكيد عم نشوفه على الكارت من برا فينا نعمل له سكان حتى ياخذنا اكيد على اكيد الويب سايت اللي هو www.viaananasonline.com. بقفل كارت في عنا مثل كود يعني ما بعرف اذا كانت بتبين على الكاميرا في عنا كود مؤلف من 10 ارقام مفروض نحن نحك الكود وندخله على اكيد الويب سايت حتى يوصلنا مسج اذا كان البرودكت مزور او انه اذا كان اصلي. واهم شيء انه هيدا الكود بنستعمله بس مره واحده ما فينا نكرر استعماله بس كرمال اكيد عمليه التسجيل. وهو اللي موجودين بكل علبه بقلب كل علبه. ومنتجاتنا اكيد موجوده بجميع الصيدليات. في عنا اكيد وكلاء كمان بجميع الدول العربية بأمريكا بأستراليا في عنا بلندن كمان. ونحن كتير منشدد كمان بأهمية المتابعة كمان يعني في عنا نحن free consultation متاحة للجميع بيقدروا الأشخاص يتصلوا فينا ياخدوا أكيد مواعيد حتى نقدر نحن كمان نساعدهم ومثل ما حكيت حتى نقدر ندلهم أنه لا بعدين بعد ما يوقفوا الفيا لاين أو أنه فيا أناناس نقدر نحن نحافظ كمان على كمان وزننا. نعم. لأنه بهمنا كمان ندلنا نحن الاستمرارية وكمان المستقبلية. فيا أناناس كيف بناخده؟ بالنسبة للفيا أناناس مفروض ناخده حسب كم كيلو نحن مفروض ننزل. أوكي. يعني اذا عنا بس 5 كيلو ما عنا كثير وزن مفروض ناخذ حبتين قبل الغداء بنص ساعه بس اكيد مع مي. واذا عنا بين ال10 كيلو وال5 كيلو مفروض حبتين قبل الغداء بنص ساعه وحبه قبل العشاء بنص ساعه يعني 3 حبات بالنهار. واذا عنا 20 30 كيلو حبتين قبل الغداء بنص ساعه وحبه قبل العشاء بنص ساعه. اوكي. وبذكر انه كمان الفيا اناناس بيفيد كثير للاشخاص اللي ما ضروري يكون عندهم وزن زايد بس اوقات بيكون في عندهم مشكله سيلوليت. مزبوط. لانه كمان بيساعد بكمان تدويب الخلايا الدهنيه حتى يساعد انه هيدي الدهون تطلع كمان من الجسم. اوكي. اوكي. وبالنسبه للفيا ترواجور اكسبريس في عندنا الفيا ترواجور اكسبريس بنعرف اكيد نحن معرضين على طول لزياده بالوزن. صح. يعني اوقات نحن ممكن نطلع كيلو 2 كيلو ما نعود نقدر نرجع نحن نقدر ننزلهم او انه اوقات نحن بيكون نحن مضطرين نحن بدنا ننزلهم يمكن بوقت قصير كمان. اكيد كمان بوقت قصير يعني اذا انا جد علي مناسبه عرس برومو. أوكي. معينه معزومه قصه فستاني لقيت انه شيء بتغير وزايد كم كيلو. اكثر شيء هون بركز على كمان منطقه البطن لانه بيقدر ينزل بظرف 3 ايام بس 2 كيلو 4 سنتي على منطقه البطن. اوكي. هون عم بحكي عن الديتوكس دايت بيعتمد على نظام الديتوكس. يعني في كثير اوقات اشخاص بحبوا يعملوا نظام الديتوكس. الديتوكس هو عباره عن بريك نحن بنعمله لجسمنا من خلاله نحن بنكون عم ناكل اكيد اكل صحي. صحي أكيد. وجدا صحي لانه خالي من الدهون وخالي من السكريات وبكميات بتكون شوي قليله كمان. أوكي. بنفس الوقت وبيتضمن خضره بيتضمن فواكه بيتضمن كمان بروتينز. بقلب كل علبه فيا ترواجور اكسبريس بنلاقي دايت اللي مفروض انه نحن نتبعه على اكيد 3 ايام حتى نعرف شو بدنا ناكل مقسم ترويقه غدا عشاء. أوكي. بكل اللغات اكيد مترجم انجلش وفرنش وبالعربي كمان. وفي عنا كمان اللي هن الكبسولات اللي هن مفروض كمان ناخذهم واكيد ثلاث الوان. مزبوط. ترويقه غدا عشاء ثلاث الوان. الترويقه عنا اكيد الحبتين اللون الزهري بناخذهم مع الاكل. اللون البني داخلهم كمان فايبرز بحسسونا. نعم. بالشبع. كمان حبتين مع الاكل. واللون الابيض دخلهم الجرين تي كمان الشاي الاخضر يلي بخلينا انه نحرك شوي الميتابوليزم ونحرق فات اكثر. وفي عندنا كارنيتين كمان الكارنيتين يلي هي كمان بتنقل الفات فات ترانسبورتر كمان. أوكي. فكمان بتحرق فات فمفروض ناخذهم في ساشيات كمان معهم. مزبوط. في عندنا ظروف الساشيات يلي هن كمان بيعملوا ديتوكس كمان للمعده. أوكي. بنصح فيه كمان اكثر شيء للشخص يلي عامل بلوك
يعني في كتير أشخاص جسمه ما بقى قادر ينزل مزبوط أو أنه بلاتو يعني بيعلق على رقم معين، يعني ممكن نكون نحن نزلنا 15 كيلو 20 كيلو بعد بقي لنا كم كيلو كمان بيكسر البلوك لأنه عم نرجع نعمل شق عن جديد للجسم ونغير بأكيد نوع الدايت. أوكي غنى شكرا لوجودك معنا للأسف وقتنا خلص، أكيد نحن نلتقي بحلقة تالحة. مشاهدينا ما تنسوا تابعونا بكرة بحلقة جديدة، باي.